مساء الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. قد إيه بجد ببقى مبسوط لما باجي الكنيسة هنا، والحقيقة كل مرة بقول لهم في الاجتماع أنا حضرت هنا كان في مجموعة خدام وخادمات قدمت موضوع ليهم، وكمان خريجين، وكمان تقريبا جامعة، فكان حاجة رائعة جدا. وكمان ناس بقى رائعين، ده مسك الختام، بس ما اعتقدش ان شاء الله ختام، يعني احنا هيبقى في استمرار ان احنا نتقابل مع بعض اكتر يعني. وقد ايه انا فرحان كمان ان الاجتماع ده بتاع المتزوجين، يعني لان الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده احيانا بكلمه للخدام، بتكلم فيه للشباب، لكن الحقيقه الاجتماع او الموضوع بتاع الشخصيات الصعبه ده فعلا اكتر موضوع مناسب جدا لمين؟ للمتزوجين. وممكن تقولوا لي يعني المتزوجين حديثا 10 سنين 5 سنين؟ لا، يعني يمكن المتزوجين موضوع مفتوح شويه، لا يعني مش 50 سنه، انا مش شايف حد قدامي حتى ولو 25 سنه، مش شايف. قضي شهر العسل، برافو، صح كده، ايوه كده، هو ده الشباب وروح الشباب. قبل ما ابتدي بس الموضوع بتاعي، عايز نعمل تجربه صغيره بس يا رب ما تكونوش تعرفوها عشان نكملها للاخر يعني. معايا بالونه بالظبط، عايز بس حد ينفخها ويربطها، ممكن؟ ممكن مين؟ بجد؟ دايما السيدات عايز اقول للمبادره عندهم شكل يعني رائعه. نفس بنسيبه، صح كده؟ لا، هنسيب بقى تجربة البالونة شوية، مش هنفرقع، هو احتمال اللي ايه؟ يفرقع، لأن أحيانا إحنا كمان بنعمل إيه؟ بنعمل حاجات كده تغيظ شوية، بس خلينا شوية كده مش هنيجي بشخصياتنا إحنا، فنعمل إيه؟ نسيبه، عاملين زي بالظبط إيه؟ واحد راح شغل جديد، أول ما يروح الشغل الجديد ده يبتدي يشوف الناس ويتعامل معاها. أول ما يلاقي واحد كده بيضايقه وغيظه ومنرفزه يقوم يبتدي يفكر في إيه؟ يسيب الشغل، يتنقل قسم تاني، يعمل أي حاجة إن هو إيه؟ ما يقابلش مين؟ الشخص ده. نيجي نقول يتجنبه. نيجي نقول إيه؟ طب عملنا كده ومع الرفاهية اللي إحنا عايشين فيها والأشغال الكتيرة، روح بقى شغل تاني. ماشي. أول ما رحنا الشغل التاني لقينا ملائكة؟ لا، لقينا برضه إيه؟ شخصيات صعبة. طب هناك كان في واحد مضايقني ومزهقني. الشغل الجديد بقى أربعة
خمسة هنا زهقت واتخنقت، ها هتعمل ايه مع الرفاهية والدنيا المفتوحة والأشغال المرطرطة اللي احنا عايشين فيها؟ ايه اللي هيحصل؟ هروح شغل جديد. سيبنا الشغل التاني ورحنا للتالت، ها بقينا ملايكة؟ لا. أشكرك. يبقى كل شوية عمال يسيب شغل يسيب شغل يسيب شغل. يا ترى بقى دلوقتي مين إيه؟ مين اللي غلطان؟ لا أنا أقول حاجة أكتر من كده. طب لو أنا بعمل كده في شغلي، طب في البيت هسيبه برضه؟ ها؟ الله، ولد صغير كبر لقى باباه مثلا بيتنرفز وبيشتم هيسيب باباه ويمشي؟ يشوف بابا تاني؟ مامته على طول عصبيه، على طول مش بتسمع كلامه، على طول شريك مخالف، عارفين انتوا الحاجات دي؟ هيعمل ايه؟ الله، الزوج والزوجه الاثنين مع بعض في البدايه كانت الدنيا ايه؟ حلوة وجميلة ووردية وخطوبة وخروجات، هوب بعد سنة الدنيا ابتدت ايه؟ تتلخبط شوية، اتنين تلاتة أربعة، طب وبعدين؟ يا ترى ايه اللي بيحصل؟ يا ترى ليه الشخصيات مختلفة ومتغيرة؟ ودايما نقابل ناس نبقى مش متوقعين أبدا إن ده أخلاقهم وده أسلوبهم. ده انت امبارح كنت كويس، ده انت امبارح كنت بتتكلم بطريقه حلوه، ايه اللي جرى النهارده؟ مش بيحصل كده؟ احيانا واحنا مع بعض كده نلاقي الحال ماله مش مظبوط، الدنيا متلخبطه. عايز اوري لحضراتكم حاجه مهمه جدا، بصوا كده معايا. بصوا الصوره دي. انا مش هضايقكم بالصور، هي واحده او اتنين بالكتير، وبعد كده هنتكلم. الصورة دي بتقول ايه؟ ده عبارة عن دايرة حمراء ودايرة صفراء ودايرة خضراء. الدايرة الخضراء دي مكتوب جواها النطاق الطبيعي. يعني ايه؟ يعني احنا كلنا زي حضراتكم كده موجودين في النطاق الطبيعي ده. يعني ناس طبيعية. بنفرح بنفرح، بنزعل بنزعل، بنحزن بنحزن. ماشيين بس بنرجع تاني ايه؟ للطبيعه بتاعتنا، صح؟ لاخلاقنا، لاسلوبنا، لتعاملنا، لاهدافنا، طبيعتنا وافكارنا مالها ماشيه بشكل طبيعي. تمام؟ تمام. لكن في ناس تانيه تبص تلاقي شكلهم وطريقتهم حاجه واحده، ها؟ ما بتتغيرش. حزين تلاقيه حزين طول عمره. كئيب، ها؟ طول عمره. عدواني طول عمره. بيزعق زي كده كانه بالظبط حاطط ايه؟ البادج بتاعه ان انا ايه؟ كئيب، انا حزين، انا يائس، انا شكاك، يعني ها بيشتكي كتير، يقعد طول النهار يشتكي. ولادي ما بيقوليش انا قاعده لوحدي، انا غلبانه، انا مش هقولي لوحدي، انا شكوى 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 شكوى، ما بيبطلش. فتلاقي على طول ايه؟ هو ده البطاقه بتاعته مكتوب فيها ان هو شخصيه بالشكل ده. مين دول؟ اللي خرجوا بره مين؟ الدايره الخضراء والطبيعي بقوا مالهم؟ ناس سلبيه. يعني ايه سلبي؟ سلبي وعدواني، ايه الفرق بينهم؟ الشخصيه السلبيه تلاقوه باستمرار كاتم كده جواه، مخنوق، ما بيعبرش، ما بيطلعش من جواه، ساكت، مالك فيه؟ الطقس. طب في حاجه مضايقاك؟ واقصى حاجه يعملها يتبتب كده، ما تفهمش منه حاجه، ما تفهمش هو بيقول ايه، ما تفهمش هو عايز ايه، لكن عمال يغل ايه؟ في جواه كده، جوه نفسه. واخدين بالكم؟ ولو مره واحده بقى دول بقى بعد الشر عنك، بس دول موجودين في حياتك، تلاقيه اغمى عليه مثلا، تلاقيه جاله اي مرض من الامراض، ذبحه، ها؟ جاله القلب، جلطه، ها؟ الحاجات دي كلها ليه؟ لانه عمال يكتب جواه، مش عايز يفضفض،
الكلمه دي بنقولها دايما ها، ده شخص ماله سامي. ده مش بس كده، ده تلاقوه كمان بيتعامل ببرود، تلاقوه كده قرفان مش عايز يعمل حاجه. طب يعني ايه يعني لو عملت دي انا اللي هعملها؟ يعني ما هخربانه خربانه، تلاقوه كده ايه؟ واخد بالكم؟ مبوظ الدنيا خالص، مش عاوز يعمل حاجه، مش عايز يشارك في اي حاجه. شخصيه مالها؟ سلبيه. على النقيض مين؟ العدواني. ده كان بيكتم جواه، العدواني ماله بقى؟ لا ده منفتح على الاخر. تلاقوه يتكسر ويغضب ويشتم ويزعق وصوت عالي وتبريق ويبرق، وتلاقي ملامحه كده صعبه. كل ده ماله؟ بيعبر عن ايه؟ عن اللي جواه. بيعبر عن اللي جواه. واسلوبه وطريقته في التعامل مالها؟ منتفعه. حتى عارفين كده دايما تقول عليه انت كلامك ماله؟ ده مش قوله، قوله بصوا يعني قوله كل الكلمات عشان نطلع كل ايه؟ الجثث والبطاقه اللي جوايا، عايزين نطلع كل اللي عم. ايوه بالظبط، كلام عامل زي الدبش، دبابه يدوس اي حد قدامه. ليه كده؟ لان هو بالنسبه له شايف ان دي الطريقه المثلى والصحيحه والتمام قوي ان هو يعمل ايه؟ ان هو يخترق الناس دي، ان هو يتعامل مع الناس دي بمنتهى القسوه عشان ياخد ايه؟ افضل ما عندهم. شفتوا الفكره بتاعته؟ شكر جدا. جبت لنا كمية دلالين بقى رائعة. شكرا. وزعهم علينا. وزعهم. لا يقعد ساكت دلوقتي. فتلاقيه شخصيا هو بالنسبة له شايف إن دي الطريقة الصح في التعامل. يزعق عشان إيه؟ الحال النايم. ها؟ تلاقي كده بابا يعني الحتة دي في بابا شوية. تلاقوه كده بابا إيه؟ حامي قوي. أنت رايحة فين؟ انت خارج مش عارف ايه؟ ايه اللي لابسها؟ ايه بابا لازم يبقى ماله؟ حمش. ما هو ما ينفعش. حتى الاخ ممكن تلاقيه كده. تلاقيه زعق ويتنرفز، اصله طالع لمين؟ لبابا، طالع لبابا عشان بابا بيعمل كده. فقال لك انا اعمل ايه؟ اعمل زي بابا، ده واضح ان دي الطريقه ايه؟ اصل هي دي الرجوله بقى والخمشانه. واخدين بالكم؟ يعني تلاقيه بقى ايه؟ كده يعني. يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنورث. واخدين بالكم؟ تلاقوا عماله ايه؟ تيجي بياخدوا من بعض التقاليد، وتلاقي كده ان اصل ده اسلوبهم كده، اصل العيله دي تلاقيها كده فيها حته كده يعني حاميه شويه، اصل هم صعايده شويه. كل ده كلام عشان يعبر ايه؟ عن ايه؟ العدواني، عن الشخصيه العدوانيه. العدواني والسلبي. طيب عندنا حاجتين كمان، التركيز على المهمة والتركيز على الناس. تلاقي واحد كده دايما باصص لايه؟ باصص على الهدف. في واحد اسمه ماكيافيلي، الراجل ده قال مقولة مهببة. ايه هي؟ قال لك ان الغاية مالها؟ تبرر الوسيلة. يا نهار ابيض. طبعا في القانون المسيحية خطر شديد جدا، ان الغاية يعني عشان اوصل للهدف بتاعي ها؟ اعمل اي حاجه، اي حاجه. طب خلاص اوصل اللي انا عايزه ده. بغض النظر بقى عن التفاسير والكلام اللي بيطلع عن هذه المقوله، بس لا تفسيرها كده ان الغايه تبرر الوسيله. طالما انا عايز اوصل للهدف بتاعي اعمل اي حاجه عشان ايه؟ اوصل للهدف بتاعي. حتى بالطريقه العدوانيه بقى يعمل ايه؟ يدوس على الناس. تخيلوا؟ يدوس على الناس. يزعق ويعمل كل ده عشان عاوز يوصل للهدف. مدير في الشركه ولا في المصلحه ولا في الحكومه ولا في اي حته ها؟ لازم الحاجه دي تخلص، محدش يروح النهارده. تلاقيه على طول ماله عمال يتشنج كده وعنف كده ايه؟ عشان ايه؟ عاوز يوصل للهدف بتاعه، بغض النظر بقى عن اي حد عنده اي اعذار. الناس العدوانيين دول اللي متبصصين دايما على ان هم يوصلوا للهدف بتاعهم ما بيهتموش بالاعذار. ما يهتمش، مش عاوز مثلا تقول له اصل بنتي كانت عيانه امبارح وجيت النهارده متاخره و مخصوم منك 10 ايام، مش عارف ما فيش اجازات، ما حدش ليه على طول باستمرار دايس على الناس كلها. ده مين؟ ده الشخص العدواني، دايما باصص
على المهمة فبيدوس على مين؟ على الناس. التركيز على الناس ده شخص بقى ماله حاجة تانية خالص بقى. تلاقوه بقى ايه؟ بيحب حلوة الاجتماعي، يحب الناس، يتعامل معاهم. انا بحبهم يعني، انا دايما كده ايه احب اتعامل معاهم. تلاقيهم في حفلات وعيد الميلاد ومناسبات، عزاء بيتا مش عارف يعني، قاطع معانا في كل حته ما شاء الله، مش سايبنا في حاله. واخدين بالكم معاه وتليفوناته بالساعات، بيموت في الناس. واخدين بالكم؟ تيجي بقى تطلب منه حاجه عشان ينفذها، اصل انا لو عملت ديت ممكن ازعل مدام كريستين، او ممكن ازعل الاستاذ يوسف، او ممكن، طب ما انا لو عملت الحاجات دي ممكن الناس تزعل مني وانا بحبهم. فدايما اهتمام بالناس لكن الهدف ماله مش موجود قدامي. دايما الموضوع ده ايه؟ مش شاغله قوي، مش فارقه معاه قوي، مش فارقه معاه ايه قوي. طيب امتى يبقى في واحد عدواني بس بيهتم بالناس؟ ينفع؟ ينفع شخص عدواني بس بيحب الناس؟ صعب مش كده؟ لا موجوده. ماما اللي هو حضراتكم يعني في البيت، مش احيانا بتحصل مثلا مع الولاد حاجه ترغفوا وتضايقكم، تقومي جايباها من شعرها، واخدين بالكم انتوا ازاي؟ لطف وحنيه، ها؟ وتقومي ماسكه مثلا ايه الشباشب اللي هي بتبقى عابرات للقارات والجزم، وتلاقي الدنيا كلها مقلوبه وديه دي ماما، بس اصل هي ضايقتني، اصل ما سمعتش كلامي، اصل ها العدوانيه، بس اصل انا بحبها. ازاي يعني؟ واخدين بالكم؟ تلاقي التركيبه مش ماشيه، يعني تلاقي الدايره دي ممكن العدواني ومركز على المهمه مقبوله، ما اصله عدواني، لكن يبقى عدواني اصله بيضرب علشان بيحب. صعبه؟ صعبه شويه؟ صعبه لما استخدم العرف والكلمات. انت يا فاشل ليه كده بتقول كده ولا بتقولي كده؟ اصل عايز اخليها تنشف كده، وعايز اخليها تاخد باله من مذاكرته. بصوا الكلمات، ها؟ سامه، كلمات ايه؟ سامه. تلاقي كده واحد عدواني، اصل انا بيحب ابنه، بس ده مش طريقه حب، مش طريقه تعامل. واخدين بالكم؟ التعامل مع الشخصيات بنلاقيه ان احنا بنحلم نتعامل باسلوب ونرجع ايه؟ نشتكي. هو ليه الولد بيعمل معايا كده؟ هي ليه البنت دي ما بتسمعش كلامي؟ ما اصل انت مش واخد بالك ان كانت الطريقه من الاساس مالها؟ غلط. الاسلوب اللي انت كنت عايز تعبر بيه عن حبك كان الاسلوب ايه؟ عدواني. مش غلط بس ده كان عدواني، ده كان عدواني. طب ينفع السلبي بيحب الناس؟ اه طبعا، باينه باينه قوي، اصل هو من كتر حبه للناس بقى سلبي متردد. احنا خارجين انا معاك، طب احنا بنفكر ان احنا مش عارف نعمل ايه، انا معاك. ودي بقى سلبي، ملوش ايه؟ ملوش راي، ملوش حاجه شخصيه، ملوش كينونه ليه هو، حاجه تخصه. فسلبي مع الناس اه، لكن سلبي عدواني، سلبي بيبقى مركز على المهمه بتاعته. ينفع السلبي يبقى مركز على المهمه؟ طب المهم ايه اللي بيبقى مركز عليها؟ اقول لكم انا بقى، سوري بالظبط، ازاي يبقى عنده مهمه؟ لا ما هو فعلا كده، وهو بيركز على المهمه بيبقى معوق للاخرين. السلبي ده وهو معاك لو شريك الحياه ممكن يكون معوق ليك انت شخصيا، او ممكن الزوجه تبقى معوقه لجوزها نفسه. انت رايح فين؟ انت بقيت تتاخر، انت مش عارف، انت تلاقيه منغصه ايه؟ عشته. الراجل طموح وعايز يشتغل وعايز يحقق نجاحات، بس عشان هي مالها سلبيه فواقفه في طريق مين؟ مهمته ونجاحه. فيبقى الاستمرار بيحسب الحسبه. انا لو خرجت هتقعد بقى ننكت ونعمل، طب بلاش الموضوع ده النهارده، طب هتلاقي الاستمرار يقدم رجلي ويتاخر رجلي. اذا السلبيه اصبحت مالها معوقه لمين؟ للمهمه او الهدف بتاعك. ايه ده؟ الموضوعات كده مالها؟ باينه كده ولا مش باينه؟ تعالوا نوصل الدايره دي الثانيه علشان الدنيا توضح اكتر.
بصوا يا جماعه، السلبي والعدواني اتفقنا، السلبي ماله؟ بيكتم. العدواني ماله؟ بيطلع كل ايه؟ البلاوي والمضايقه والغيظ. ها؟ عندنا ناس بتركز على المهمه قوي، يعني هدفه هو ده الحاجه، وايه؟ وادوس على كل الناس، انا مركز على الهدف بتاعي. واحد تاني بقى مركز على الناس بيحبهم، بيحب يتعامل معاهم، بينسى مين؟ المهمه بتاعته. طيب كل واحد من دول يا جماعه عنده احتياج معين، الاحتياج ده لما فقده حوله لشخصيه من الشخصيات دي، يا اما معوق في حياته بيتعب الناس بيضايقهم عشان هو سلبي فمش عايز الناس تنجح، او هو عشان سلبي فتلاقيه بيحب الناس لانه ما عندوش حاجه تانية يعملها غير انه ايه؟ يبقى تابع. بصوا واخدين بالكم النص ده عامل ازاي؟ سلبي مع الناس معوق للمهمه. ها؟ سلبي سوري يعني سلبي مع المهمه ماله؟ ده معوق للناس مش عايز حد ايه؟ ينجح. اشمعنى انتوا اللي تنجحوا وانا اللي افشل؟ لا ما حدش هينجح. اشمعنى انتوا اللي بتتاخر وناجح في شغلك وقاعد انا مع العيال وقرفانه وعشتي؟ لا ده سلبي. السلبي مع الناس بيبقى تابع، يعني انا بحب الناس لان انا هعمل ايه؟ اروح فين؟ واجي منين؟ إيه؟ انا معاهم، يلا انا اصلا ما اقدرش استغنى عنهم، واخدين بالكم؟ عامل زي الام اللي ماسكه في اولادها وخايفه عليهم قوي ورجلي على رجليكم، واخدين بالكم؟ ده كده تلاقيه ايه؟ شخصيه ملهاش، ها؟ ملهاش حاجه كده في حياتها، ملهاش هدف في حياتها، ماشي مع الناس. العدواني عنده احتياج معين فقط وهو بيركز على المهمه فاصبح عدواني، حس ان اللي قدامه ها هيغرقه، حاسس ان الناس دي بارده، حاسس ان الناس دي مش في دماغها، فتلاقي العدواني ماله؟ ها يلب اللي يضرب يعمل يزعق، عايز ايه؟ بس عايز يوصل للمهمه وينجح، ينجح فاصبح عنيف، عنيف في كل تصرفاته وفي كل ايه؟ طرقه. حتى العدواني مع الناس، حتى العدواني مع الناس هو هدفه ان هو ايه؟ هو بيحبهم بس الحب اللي ماله؟ ها؟ اللي يقتل، عارفين الدبه اللي قتلت؟ نفس الحكايه. هو يعني خايف عليها راح ماله؟ موت، ها؟ قتل، عمل، هو ده اسلوب كلمات سامه. ده مين؟ ده العدواني. طب ايه بقى الاحتياجات ديت؟ ايه الاحتياجات اللي خلت الناس تبقى كده؟ بصوا السلبي هو بيركز على الناس هو هدفه ايه؟ الانسجام، عايز يبقى منسجم مع الناس. لما ما بيلاقيش الانسجام ده بيتحول الى ايه؟ شخصيه سلبيه. انا زعلان منكم، انا خاصمكم، انا ماليش دعوه بيكم، فاصبح ايه؟ انسان سلبي لانه ما حققش الانسجام ووجوده مع الناس. العدواني وهو بيركز على الناس هدفه يسمع كلمه تقدير، كلمه شكرا. عارفين لما ما بنسمعش كلمة التقدير وشكرا دي تلاقي اللي قدامك انقلب الأسلوب، ها؟ مش تفخيم بس بنديله حقه، ما أنت حتى دي كمان بننساها. عارفين ليلة العيد؟ خناقات ليلة العيد؟ بعد شهر بقى يعني بعد شهر عليهم إيه؟ ليلة العيد إيه اللي بيحصل؟ تلاقي في إحدى البيوت كده وبالذات بالذات يعني في اللي هو اسبوع العيال، اللي هو الاسبوع كله تنظيف بقى وعمالين ننظف وما نزلتش الكنيسه وما راحتش ولا يوم بصخه ولا اي حاجه خالص وعماله تنظف تنظف كل ده منتظرين ايه؟ ليله العيد. يجوا الولاد بقى كلهم متجمعين في ليله العيد وقاعدين ناكل. اللي قاعد بقى يبص كده هم المكونات البشريه دي يعني على السطح يعني اللي عمال فيها كده بتضم شبيره واحده، عارفين بقى ايه اللي بيتامر بقى وده انت مش عارف. بص اللحمه بقى بتشد كده بتشد، ها ليه؟ ها وهوب التليفون يجي الولاد يبتدوا يرتبوا ايه؟ ايوه يا سعاد، ايوه يا جرجس، ايوه يا مش عارف، كل واحد كان يرتب. بكره هنخرج فين؟ هنروح فين بكره؟ ماشي، المكان ده حلو، كل واحد عمال يرتب. تلاقي ماما قاعده تعمل ايه؟ عارفين القنبله؟ عماله تشحن 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 وهوب انفجار. ليه؟ بقى انا عمال انضف الاسبوع كله وعمال وانتوا عمالين تتامروا وما اسمعش منكم كلمه شكرا، ها؟ وتلاقي
هتلاقي في ايه؟ خناقه كبيره، مفيش خروج بكره، مش عارف رجلي على رجليكوا، انتوا محدش واخد بالكم، انتوا تلاقي بقى ايه؟ خناقات خناقات خناقات. ليه كل ده؟ عشان مفيش واحد فيهم فكر يقول للماما ايه؟ كل سنه وانت طيبه، تسلم ايديكي، تعبناكي، كل الكلمات دي بتتنسي بتتنسي. طيب تعالوا نتعرف اكتر على الشغل الاحتياجات دي كلها. اتمام المهمه بشكل صحيح، تلاقي في زوج زوج دايما يحب كده كل حاجه تطلع بالمظبوط، مفيش غلط، بالمسطره. رايحين فرح، الزوجه عماله تلبس جميله كده ومتأنتكه على الاخر، وهو عمال مشغول ها ويتصل بزمايله واصحابه، في ايه؟ احنا رايحين فرح، مالك؟ اصل الكنيسه بتاعت ماريلينس شيرتون دي انا مش عارف مكانها بالظبط فين، فعمال ادور، والاختراعات بتاعت الجي بي اس يبتدي يشوف فين المكان ويقعد يكتب، وتطلع له ان ماريلينس في اليوبس في بولاق الدكرور وحاجات الغريبه دي وهو مش متاكد، تقول له احنا اتاخرنا عايزين ننزل. ها؟ ده المهم بشكل صحيح، هو لا بالنسبه له لازم يعمل الموضوع مظبوط، ما ينزلش وهو تايه، ما ينزلش وهو مستني يسال الناس اروح ازاي اليوبس ولا اروح ازاي شيرتون، لا هو عارف ان هو يمشي من هنا عارف مكانه بالظبط. تبص تلاقي بقى ايه اللي عماله تغلي وسخنه ومتنرفزه، وهو ايه؟ بيبدو لينا ان هو ماله؟ قولوها. بارد بارد. ده احنا اتاخرنا، ده خلاص فاضل نص ساعه والفرح يخلص. ده هو ايوه يعني قلت لي لما اخش شمال وانا جاي من على اليمين، ولا اخش شمال ولا داخل من على الشمال، وهاتك يا ايه عمال ايه؟ طب انزل. ايه عايز اقول له؟ انزل ونسال. هو ده الشخصيه دي، بيحب ان كل حاجه طب لو ما اتعملتش زي ما عايز خلاص بقى يتحول هو سلبي، يتحول يقول لك مع نفسك بقى خدي ده سنتي وروحي، انا مش عارف، انا مش عارف. ابتدى ايه؟ يتنرفز، يسوها كده على كل حاجه. طالما ما سمعتش كلامي في التنسيق هتخش الكليه الفلانيه، مش هتخش معنى يلا، مش عارف اخجلها عريس، مش على مزاجها يلا. ليه؟ لانه ما عندوش تفاهم، هو بالنسبه له الحاجات دي اداء مهمه، لازم الموضوع يمشي بالمظبوط وزي ايه؟ ما بيفكر. اتمام المهمه هدفه كله انه ايه؟ ينجح، او هدفها يحقق كل اللي هي عايزاه، ولادها يبقوا اشطر اولاد ناجحين على طول. طب ايه المشكله لو هو يمكن مش شاطر شويه في الدراسه، ما يمكن شاطر في حاجات تانيه؟ لا، لازم تبقى زي بنت خالتها شاطره وتدخل كليه الطب، لازم تدخل زي اللي مش عارف ايه. اتمام المهمه لازم تمشي كده، لو حصل فيها اي حاجه يبقى فشل فشل. هل الناس دي نقدر نتعامل معاهم؟ هل ممكن نتعامل مع الناس دي؟ تعالوا نعمل التجربه اللي احنا كنا عايزين نعملها. لسه عندك استعداد لتوخي البالونه برضه ولا ممكن؟ بلاش الصفرة. ما بتحبيش الصفرة؟ حاجه كويسه جدا. اخضر خش. اخضر لا ما فيش. دي كويسه. اتفضلي. بس مش قوي مش قوي بقى ماشي يعني سنة كمان ها؟ بعد اذنك. وعايزين نعمل حاجة بقى غريبة شوية، يا رب ما تكون وقعت. طب تعالي بقى بدل ما انا رايح جاي كده، اتفضلي. ده ايه؟ دبوس. هل ممكن الدبوس تعدهولي من البالونة؟ لا طبعا مش ممكن. طب اتفضلي اتفضلي حضرتك هنا عشان يصوروكي، عشان يبقى الموضوع ده من المستندات. حضرتك اتفضلي عشان بس ياسين يقولوا ده مش دبوس ولا حاجه. بس مش هينفع يا قد. مش هينفع؟ شور؟ اتفقنا كلنا مش هينفع؟ مش هينفع.
مش هينفع؟ هينفع هينفع ده الفرقة. هو هيعمل هوا هيعمل هوا يفسيها. لا لا ها انتي هوا ها نجرب. لا مش هينفع. مين اللي قالت هينفع؟ هينفع ازاي يعني؟ يعني هي عايزة تشوف اللي قالت هينفع اتعلمت يعني. هتخرجي البالونة وهتطلعيها من الناحية التانية. يبقى مفيش هوا في البالونة. ها أنا عايز الدبوس يدخل جوه البالونة ويفضل يطلع من البالونة تفضل زي ما هي؟ اه. لا ما تنفعش طبعا. ها. من فين؟ طب ما هي برضه برضه هتفضي الهوا. ها. من هنا؟ لا من هنا؟ من دي؟ مصدقة؟ مصدقة؟ لا مش مصدقة. مش مصدقة؟ خلاص مش مصدقة؟ ها؟ يعني؟ بس يعني ايه؟ هيفرحها كويس؟ ها؟ مش هتنفع صح؟ مش هتنفع؟ حاول. يا ايه ده؟ بص عملتها ازاي؟ ما هي قالت كده. اه. لا عايزة تدخل جوه البالونة. ما هي دخلت. يعني تشيله وتحطها جوه البالونة. ها؟ بقى هي قالت لي اعمليها كده. طيب. انا عملتها زي كده. افتكري بقى ممكن ندخل بالونه هنا؟ لا هتفرقع؟ هتفضي الهواء. هي مش هتفرقع بس هتفضي الهواء. مش هتفرقع؟ لا مش هتفرقع. هتنفخي واحده ثانيه. ها؟ طيب بصوا كده. دي خايفه جدا. لا خلاص مش هتفرقع هي هتفضي الهواء انا قلت. ايوه ده مشكلة بس احنا اهو ايوه ماشي بس ما طلعتش بس ما فرقعتش. اه طيب فين تاني ممكن تفتكري في مكان تاني؟ اه حد كان يتخيل في يوم ان ممكن بالونة يعدي منها الدبوس بالمنظر ده ويفضل فيها كده من غير ما تفرقع؟ مش مهم تفضي الهواء بس المهم انها ايه تقدر تستقر كده. أو بصوا كمان تاني، بص حضرتك ممكن انت تعملي كده وتجربي؟ لا هنا هنا؟ اه انت كنت هنا ها كمان 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 برافو وكمان من ورا تقدري؟ من هنا؟ ايوه برافو عادي ما كان الأول مش عادي لكن الأول شكرا جدا زي ما انتم شايفين اهي بالونه اهي عاديه جدا صح؟ ما فيهاش اي حاجه وعديناها وهي كمان عملت كده بكثير مش احنا ما بنعملش اي ايه اختراعات صح؟ دبوس اهو وبالونه وتلف مش عارف هنقفل الدبوس هنقفله الدبوس شفتوا بقى البالونه الرهيئة الضعيفة دي اللي كان عمر أبدا أبدا ما نتخيل إن ممكن إيه الدبوس يعمل إيه؟ يعدي من البالونة. إيه رأيك في التجربة دي؟ إيه علاقتها بالموضوع بتاع الشخصيات الصعبة؟ ها؟ مين الدبوس؟ أي مشكلة؟ العالم شخصية صعبة لسان الكلام ماله اللي عامل زي ايه الرصاص بيشق ده بيتسع بقى والبالونة مين احنا كل واحد فينا يعني ممكن الدبوس ده يكون ايه شخص شخص وممكن البالونة برضه يكون ايه يكون شخص الاثنين لو تعاملوا مع بعض بطريقه غلط ايه اللي بيحصل؟ بيحصل فرقعه وبيحصل جرح وبيحصل خساره ان البالونه فقدناها والدبوس عمره ما هيبقى صاحب مين؟ البالونه لكن لو الدبوس وبكلامه الناشف ده بس عرف يختار الوقت والمكان والاسلوب والطريقه مهما كانت طريقته صعبه بس عرف يختار المكان والوقت صح هيوصل لايه؟
الكلمه بتاعته، هتوصل الكلمه بتاعته. على فكره انا مش بتكلم عن الدبوس ان هم الرجاله، الرجاله بس، وهي دايما البالونه الرقيقه الجميله دي الستات، لكن لا، في ستات بتبقى عامله زي ايه؟ ها؟ قولوا انتوا بقى. والبالونه دي ممكن يبقى هو جوزها فعلا. مش هيبان انه رقيق يعني، بس هو فعلا كده عمال ياخد ها؟ كلام صعب واسلوب وطريقه و لاخره لغايه ما الراجل ماله فرقع. لغايه ما الراجل ماله فرقع. لكن الاسلوب والطريقه لازم تكون مناسبه. لازم تكون مناسبه. يستنى يكون في النطاق الطبيعي. اشكرك. يستنى لما يكون في النطاق الطبيعي ها؟ ولا لا؟ مين فيهم اللي المفروض يبقى في النطاق الطبيعي؟ الاثنين. الاثنين. الاثنين لازم يتعاملوا مع بعض ان هم يكونوا في النطاق الطبيعي. لما هتتنرفز اوكي خد وقتك، بس المفروض انك ايه؟ ترجع مره تاني. وصلت للدايره الحمراء، بس المفروض انك تعمل ايه؟ ترجع مره تاني. ما تفضلش طول حياتك مالك عدواني وشديد في التعامل، او انت نفس الحكايه طالما ما سمعش الكلام يحصل نفس العدوانيه والعنف في طريقه التعامل. هديكم مثال وبعد كده هخدم بحكايه صغيره وبعد كده هنعمل تجربه. خلاص؟ ندي مثال. بيسموا في حاجه كده اسمها سيكولوجيه الرجل والمراه، يعني طريقه التعامل بين الراجل والمراه. بيرمزوا للست برمز. ايه؟ تفتكروا بيرمزوا للست بايه؟ بالورده. دي حضرتك رقيقه جدا وتتعاملي مع الجنس الناعم فعلا بان هو ورده، بس هي مش ورده. بيتعاملوا معاها بايه؟ او بيشبهوها بايه؟ تخيلوا كده الست كلها على بعضها، تعاملها وطريقتها وتفكيرها بالقطه، القطه اللي بتخربش. اشكرك. ايه؟ قولي. قنبله موجوده. قربتي على فكره. قربتي. ليه ايه بقى؟ ها؟ ليه علاقه بالمطبخ شويه؟ في حاجه في المطبخ كده. انبوبه البوتاجاز. اشكرك يا رب. لا بس مش دي. هنقول معترضه ولا لا؟ بس عندي بالتشبيه وهنعرف ايه هو ده. ها؟ شوكه سخان. لا ده كده احنا كده عمالين بقى ايه؟ لا. أنا هقول لكم. ها؟ قلت إيه؟ برافو! برافو عليك. الحلة، بس أي نوع من الحلل بقى؟ حلة البريستون. تكنيك الحلة البريستون يا جماعة يقول لك إنه عبارة عن تحط الأكل فيه وتقفل بغطا كويس وتقوم قافل وكاتم مع سخونة الهواء ده بيعمل إيه؟ بينطق الأكل بيستوي. يا أطول الست. نسمع. بتخزن، بتكتم. نسيت اقول لكم حاجه في التكنيك بتاع الحله. في فوق كده ثقب خرم صغير كده. له هدفين. الهدف الاول انه يطلع بعض الهواء البخار. مع سرعه الهواء الجامد ده البخار ده بيعمل ايه؟ صفاره. نعرف ان الاكل ماله؟ استوى. ايه برضه علاقته بالسن؟ الناس استحملت كتير. استحملت كتير طبعا طبعا. الراجل هو اللي استوى. الراجل هو اللي استوى. الست بتصفر. يبقى لازم نعمل ايه؟ الست يا جماعه لازم تديها وقت انها تنفس. لازم تطلع اللي جواها. انا مش بكلم الستات، انا بكلم الرجاله في الموقف ده. لازم تسيبها تتكلم، تطلع اللي جواها. حضرتك راجع من الشغل تعبان وقرفان وزهقان، بس هي كمان طول النهار مالها عندها حاجات كتير عماله ايه؟ تغلي وهواء وبخار وحاجات مكتومه جوه عايزه ايه؟ تطلع وتفضفض. ها؟ تيجي انت تعمل ايه؟ مش طايق تسمع ومش عايز تتكلم. بتقعد تشتكي وتقعد تقول له اصل اختي اتخانقت مع مين؟ مع جوزها. والست اللي فوقينا المسامح عماله تنقط ايه؟ بالغسيل على الهدوم، والواد كان سفر في العربي، و بتشتغل بقى. مديري بيتخانق معايا كل يوم، وزميلتي بتروح تقول له على كلام من ورايا و... عايز اقول لكم معلومه صغيره بقى برضه للرجاله.
الست عندها قدرة رائعة رهيبة جدا انها تقدر تعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت. تمام؟ وما تشوفش لحظة في ذكائها. ما تشوفش لحظة في ذكاء الست. يجي الراجل بقى عشان هو عملي يعمل ايه؟ هي بقى ممكن تشتكي ماما واختي والست اللي فيها والمدير وانا زهقت من الشغل وانا عرفانه منهم ومش عايز. يجي الراجل بقى يعمل بالحلول العمليه. اول حاجه يعملها يقول لها ايه؟ سيب الشغل وقعد في البيت. يا سلام. ايه ده؟ كانت غايبه عنها فين الفكره دي؟ يعني جات لها ازاي انها يعني الافكار دي وهي فعلا ايه دي ما جاتش على بالها خالص الفكره دي. لا القصه مش كده. القصه مش ان هي بتقول لك كده عشان انت في الاخر تقول لها ايه؟ ما تروحيش الشغل. ماما مضايقاني ومزهقاني واختي مش عارف ايه؟ ها؟ الحل بقى عامل انت على الراجل ما تشوفيش اهلك دي تاني. ايه؟ مش تاني حد. مش هو ده؟ القصه مش كده. القصه تكمن في الحل. مالها؟ بتنفس الحل عماله تطلع بخار عماله تخرج عليه البخار. يجي الراجل يعمل ايه؟ يقوم حاطط ايده علشان يحصل ايه في الحله؟ يفرع تنفس. لكن الست لا عندها افكار كتيره ومبدعه وعندها حاجات كتيره جدا تقدر انها تعملها. الست في منتهى البساطه واقفه في المطبخ عماله ايه؟ تقلب في الاكل. حاطه سماعه التليفون على كتفها بتكلم مامتها اللي بتحكي لها على خناقه اختها مع جوزها. وفي نفس الوقت وهي بتقلب فاكره هي حطت المرقه وحطت الملح ولا لا. في نفس الوقت وفي نفس اللحظه عماله بتطبطب على بنتها سعاد الصغيره اللي عماله تلعب ها وفي الدقيق وبتبهدل في الدنيا. في نفس اللحظه بتزعق على جورج اللي قاعد بيسافر جوه العربي وسايب المذاكره وعمال يتفرج على التلفزيون. كل ده في نفس الوقت. تتكلم بتطبخ بتطبطب بتزعق. مالتي ايه؟ مالتي فانكشن. تقدر تعمل كل حاجه. واخدين بالكم؟ تقدر تعمل كل حاجه. لكن الرجل العكس. وان اونلي هي حاجه واحده بس. ما يفكرش غير في حاجه واحده دلوقتي. لما تبتدي تحكي له 100 حكايه يعمل ايه؟ بيخرج بره خلاص خلصت مش هكمل. هي حكايه واحده هي موضوع واحد بس. لكن الست ايه؟ ده موضوع في 100 موضوع في حاجه بره في حاجه جوه. عندها قدره ربنا خلقها على كده على الوضع ده. واخدين بالكم؟ يبقى الست مالها؟ ها؟ حل كريستون. نسيب السطح والبخار ده يطلع ما نعملش ايه؟ ما نكتموش. الراجل جاي من فضلك وانت جاي بمنتهى البساطه تعمل ايه؟ تسمع تديها ودنك وانت داخل تعبان كده بص لها اي كونتاكت بالبساطه ده الحلول. تبص لها يعني معلومه كده بسيطه وتديها ودنك. استعين بس بدنك كده يعني اديها ودنك لحظات احساس بانك انت مهتم. بس هتقعد بقى تتكلم الموضوع بعد كده ايه؟ هيهدى ايه؟ خلاص خلصت القصه. ولا تتعصب ولا تتنرفز ولا تتضايق ولا اي حاجه. انت بس مجرد انك اهتميت انك ايه؟ تسمعها وخلاص. بس الموضوع في منتهى البساطه. طب دي الست. الراجل بقى نسيبه كده؟ لا. يا ترى الراجل بيرمز له بايه؟ ها؟ فراشه؟ براد شاي؟ عشان ماشي مع المطبخ ممكن. غطا الحله. يعني هي الحله وانت الغطا والدنيا زي الفل يعني. قد ايه مكملين لبعض؟ الشراره؟ بارود؟ لا انتوا ليه دخلتوا المطبخ؟ اخرجوا بقى خلاص سيبنا المطبخ. ها حاجه ثانيه بره المطبخ خالص. انا هقول لكم عارفين السلحفه؟ عارفين السلحفه؟ شايله في دماغها شايله في ظهرها ايه؟ لا لا مش السلحفه. ده في كده حاجه اسمها الحلزون. ها جواها كده ايه؟ كائن حي مش هنقول حاجه ثانيه كائن حي وشايل قوقعه
فوق ظهره كده، وده ماشي 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 شايل هم السنين فوق ظهره، شايل مامة أم جورج في ظهره، يعني ارتباطه شايل الدنيا كلها وماشي وراجع من الشغل. يخبط القوقعة وشايل القوقعة، تفتح الباب يلاقي مين في وشه؟ الحلقة بريتون. اه تلاقي الهواء ضرب وشه والحكايات وها ها 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 واخدين الهم عامل فيه ده، انا شايل وشايل سنين كمان. واخدين بالكم ايه اللي يحصل؟ اللي عايز اوضحه في الحلزون ده ان هو كان حاجه بيحصل له ايه؟ لما يلاقي في خطر ويلاقي في حاجه مضايقاه حاجه تعباه يعمل ايه؟ هرب ينسحب يدخل جوه ايه؟ يدخل جوه القوقعه. الراجل ده خلاها مراته الحله شغاله والبخار شغال والصفاره شغاله جامد جدا. ها؟ يقوم عامل ايه؟ يقوم منسحب، يقوم متقوقع، يروح فين؟ يقوم داخل اوضته، يقوم رازع الباب من نرفزه من مدايه ويقوم خابط الباب ورا ظهره. كده الراجل اللي عمله تقوقع جوه، دخل جوه ايه؟ جوه القوقعة. حتى مثلا لما تيجي تزور حد ولا تلاقي عندهم باب مثلا ازاز تلاقيه مشرخ، تعرفوا كده ان الراجل ده ماله؟ تقوقع هنا، في حد تقوقع هنا رزع الباب قبل كده ودخل جوه. هو دخل القوقعة بتاعته وسكن على كده. الحلقة هتسكت؟ لا. تقوم داخلة عليه من القوقعة وخبطت على القوقعة، انت جوه ولا لا؟ مش هتسيبه. تلاقي ايه؟ الحله عماله شغاله، بخار وصفاره، والراجل يعني عايز يتقوقعه شويه. ها؟ وبيهدى عشان يجمع افكاره ويبتدي ايه؟ يطلع. مفيش. هي ايه؟ ها؟ اشكركم انتوا دول. واخدين بالك؟ طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ الحل نعمل فيها ايه؟ ها؟ بمنتهى البساطه تهدى عشان نطفي، نوطي البخار، نوطي النار شويه. واخدين بالكم بهدوء شويه. نسيبه جوه 10 دقايق 10 دقايق ربع ساعه هيطلع هيطلع. هو هيبات هينام جوه في القوقعه هيطلع هيطلع. هيجوع هيعطش، نداء الطبيعه هيطلعه، اي حاجه يعني هيطلع هيطلع من القوقعه. واول ما يطلع ده اصطاده ايه؟ لا مش هنصطاده يعني. أول بقى خلاص نقعد بقى نتكلم معاه بهدوء بشويش، هو يكون هدي. ها الدنيا تهدى، لكن حلة عمالة شغالة وهو متقوقع ومتضايق مش هينفع مش هينفع. يبقى في منتهى الهدوء اديله هو فرصة ها يهدى شوية وبعد كده نبتدي ايه؟ نتكلم معاه. لكن المشكلة عندنا إن احنا ايه؟ مش بنصبر، فاتحين النار على الآخر. الحله ايه؟ عماله تغلي باستمرار. ما ينفعش ما ينفعش. يبقى الراجل يعمل ايه؟ يقول الراجل بقى يتعامل مع الست الحله ازاي؟ يعمل ايه؟ يبص لها باهتمام مع قليل من لوحه الرقبه، مع ايه؟ مع ان هو يديها ودنه للحظات بس كده. هيسمع ويكريها تخلص الطبخه بتاعتها وشكرا. الست بقى تعمل ايه؟ ما ينعش. حلوه هنكمل، هنيجي للحته دي، هنيجي للحته دي. افضل اتكلم وخلاص هو ما يتكلمش خالص. يا بعد اذنكم ادوها شويه ايمانات. بس كده، هما مش محتاجين كده، صدقوني انتوا مش محتاجين اكتر من كده. هو بس احساس بالاهتمام ده شيء مفرح ليه جدا. لكن اللي بيحصل بقى لما ناخد وندي ونشد ونجذب الموضوع بينتهي. الراجل يعمل ايه؟ ها؟ يسيبه جوه يتقوقع، ياخد وقته، بعد كده يطلع ونبتدي ايه؟ نتكلم معاه. وطريقه الكلام لازم يبقى ليها اسلوب في التعامل. عارفين اسلوب الساندوتش؟ ايه بقى الاسلوب ده؟ نعمل ايه في الاول وفي النص وفي الاخر؟ نتكلم معاه ها باسلوب فيه مدح وتقدير سواء كان الراجل او الست.
يعني انا عارف تعبان وراجع تعبان ونفسك تشرب حاجه سخنه وماشي اي نوع من التقدير. احنا عارفين ان انت بتتعب عشاننا، انت يعني مش عارفين نقول لك ايه، واحنا تعبانين علشانك ونفسنا كده نخدمك، وتقعدوا تقولوا كلمات كده ايه تريحه شويه تهديه شويه. ونفس الحكايه برضو كلمات حلوه للست، قد ايه انت بتتعبي عشاننا وطول النهار تعبانه عشاننا، يعني كلمات كده مديح. وفي النص نبتدي ايه نقول الحاجه اللي احنا عايزين نوصلها، بس من غير كلمه بس وايه ولكن. لان لو احنا قلنا بس ولكن بتلغي كل اللي قبلها. ايه بقى اللي بعديها؟ ايه اللي بعد بس؟ ها؟ ايه اللي بعد لكن؟ باستمرار كده نقول الكلام حلو، نقول مدح، نقول تقدير، تشجيع، وبعد كده نوصل المعلومه اللي احنا عايزينها، ونختم في الاخر بايه؟ بكلمه المدح. على فكره الاسلوب ده ناجح مع كل الناس. اي حد عايز توصل له حاجه من فضلك ما تخشش فيه زي الدبابه. طخ طخ طخ، انت عملت وانت 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 وانت، ها؟ هتلاقي اللي قدامك اخذ رد فعل ايه؟ عنيف. طب انت بتقول عليه كده؟ طب انت وانت وانت ها؟ تلاقي الاستمرار. لكن لما نبتدي نتكلم مع بعض بطريقه هاديه باسلوب هادي باسلوب مشجع، وبعد كده نوصل المعلومه اللي احنا عايزين نقولها، ونختم كمان بان احنا كمان بنحب بعض، وان احنا فعلا لازم نتعاون، لازم نبقى في كده بينا وبين بعض روح حلوه، كلمات حلوه مشجعه بتقفل ايه؟ الموضوع بتاعنا. لكن الاسلوب والتعامل مع بعض باسلوب عنيف وجامد ده بيبوظ ايه؟ التعامل بيننا وبين بعض. هختم بقصه صغيره كمان تترجم لنا فكرة التقدير. فكرة ايه؟ التقدير بتاعتنا ليه؟ كان في واحد اسمه جاك. جاك ده كان موظف وشاطر جدا في شغله، والمدير كان بيحبه قوي. طلب منه جاك، انت عندك المشروع ده هتخلصه بعد اسبوع. من فضلك يلا ابتدي جاهز فيه، وعايز استلم المشروع ده قبل ايه؟ اسبوع. جاك بقى ايه نشيط جدا، وابتدى ايه يجمع كل الاوراق ويشوف ايه الحاجات اللي ناقصاه وكل المعلومات اللي هو ايه عاوز يجمعها علشان ينجح في المشروع. راح متصل بصاحبه رالف زميله في الشغل. رالف عايزك تجيب لي ميزانيه السنه اللي فاتت علشان عايز اعمل المشروع بتاعي هو، وفهمني كل حاجه. يا ترى رقم الميزانيه بتاعت السنه اللي فاتت كام يا رالف؟ قال له تقريبا حوالي 150، قصدي 1050. ايه ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ الرقم كام بالظبط؟ هو دي فيها حوالي او تقريبا؟ رالف من فضلك سيب كل اللي في ايدك تعالى لي دلوقتي حالا. ابتدى رالف يجيب كل الاوراق اللي عنده وكل حاجه عنده، وابتدى ايه؟ شاب يمسك ورقه ورقه وكلمه كلمه لغايه ما يوصل ايه؟ للرقم اللي عاوز يوصل له. يا ترى جاك موجود في انهي مربع من المربعات ديت؟ يعني الاداء المهمه انسجام حصول على التقدير اتمام المهمه. اتمام الهدف. اتمام المهمه. اتمام المهمه ولا اداء المهمه بشكل صحيح؟ اداء المهمه بشكل صحيح. ليه؟ ليه؟ مش مشكله هغششكم الاولانيه، بس التانيه بقى انتوا بتجاوبوها. ليه؟ لأن أداء المهمة يعني فاكرين الراجل اللي عايز يعمل كل حاجة بالمظبوط ويمشي، هو ده نفس الحكاية. جاب الأوراق كلها وابتدى يركز وابتدى يجمع، مش عايز الحاجة إيه؟ تطلع غلط. بص لقى الوقت اتأخر، قالك أنا أروح البيت أكمل، مش عاوز يسيب حاجة ها لما تطلع إيه؟ بالمظبوط. دخل مكتبه في البيت وقفل على نفسه وابتدى إيه؟ يركز أوي. وهو قاعد كده الباب خبط، مين دخلت؟ بنته الصغيره سو. بابا بابا ممكن يا بابا تيجي تتفرج على الرسومات اللي انا رسمتها وتيجي تلعب معايا شويه؟ ابتدى بقى ايه؟ يا ده انا بقالي كتير قوي ما لعبتش مع بنتي، وفعلا انا فعلا محتاج ان انا اقعد معاها شويه، ده انا بقالي كتير قوي ما شفتش الرسومات والحاجات الجميله اللي هي بتعملها. وهو كانت الباب خبط، مين دخلت؟ مراته. شاك شاك
ممكن لو سمحت نخرج مع بعض النهارده ونتعشى لحسن اصحابنا كمان بيسالوا عليك ونفسهم يشوفوك قوي. اه صحيح، ده انا بقالي كتير ما خرجتش مع مراتي وما شفتش اصحابي، انا فعلا عايز اخرج معاهم وانبسط واقضي وقت لطيف. يا ترى شاك موجود فين دلوقتي؟ اشكرك، الانسجام مع الاخرين فعلا. ليه؟ لانه نفسه يلعب مع بنته، عايز يخرج مع مراته، عايز يشوف اصحابه، عايز يحس بايه؟ بان هو في انسجام مع الاخرين. خرجوا راحوا يتعشوا، وهو قاعد يتعشى، مراته هتسيبه؟ لا طبعا، ما هي يعني جاك انا عارف ان انت اليومين اللي جايين دول انت عشان المشروع بتاعك، ممكن لو سمحت تصلح بكره حنفيه الميه اللي عماله تنقط؟ حاضر. وكمان لو سمحت يا شاب ممكن بس تشوف الشعر بتاعت البوتاجاز احسن بايظه بقالها اسبوع؟ حاضر. تاني يوم الصبح شاب قام بقى ايه بمنتهى الهمه والنشاط، دخل على المطبخ بص كده لقى الحنفيه عماله تنقط، راح ايه؟ مصلحها. بص على الشعر بتاعت البوتاجاز راح عمل ايه؟ راح مغيرها وظبط كل حاجه في البوتاجاز. عنده بقى نوبه ايه؟ تصليح. بص كده لقى الستارة مالها مكسورة، راح عمل ايه؟ راح مغيرها. وهو عمال يعمل الحاجات دي كلها الباب خبر، مين دخلت؟ مراته. جاية منين؟ جاية من السوق. جايبة ايه؟ مش بقول جايبة حاجات لشاك، تقول له شاك شاك بص بص انا جبت لك ايه معايا من السوق؟ لا لا تعالي انا اوريلك انا عملت ايه. بصي انا صلحت ايه؟ الحنفيه وغيرت لك الشعله وكمان عملت ايه؟ غيرت الستاره. يا ترى شاك موجود فين دلوقتي؟ اشكرك، برافو، ده انا حتى كمان ما قلتلكوش ان هي إيه اول ما شافت الحاجات دي راحت قالت له برافو شكرا ميرسي خالص تعبتك معايا يا شاك جدا. هو ده اللي كان عايز ايه؟ يسمعه. شاك ما اهتمش يشوف الحاجة اللي في ايد مراته والقمصان والبنطلونات والكلام ده، مش ده الهدف بتاعه، لكن كان عايز يسمع منها ايه؟ كلمة شكر، كلمة التقدير. يا نهار ابيض، ايه؟ المشروع. طلع يبني شاك، فتح الأوضة، قعد يلف الورق ويشوف الحاجة، ايه ده خلاص ده فاضل يومين، أنا اتأخرت، ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يركز قوي في المشروع بتاعه. ايه الباب خبط؟ مين دخلت؟ بنت سوق. بابا بابا ممكن تيجي تحكي لي حكايه قبل النوم؟ انا عايزاها قوي قوي اسمع حكايه ابو رجل مسلوخه وابو شويه اللي انت دايما تحكيها لي قبل ما انام. بص لها كده سوق اطلعي بره، سيبيني في اللي انا فيه، انا مركز دلوقتي، اطلعي بره. قعد يركز تاني، بنته خرجت، الباب خبر، مين دخلت؟ مراته. شاك شاك انا جبت لك الشاي اللي انت بتحبه، والنهارده كمان في فيلم جميل قوي من اللي انت بتحب تتفرج عليه، ايه رايك نتفرج عليه سوا؟ راح بص كده، خد الشاي وبيتك وايه؟ وابعدوا عني، سيبوني في اللي انا فيه. يا ترى شاك فين؟ في المهم المهمة. شفتوا شاك؟ لف ازاي على كل الاحتياجات دي؟ لما فقد احتياج معين سلوكه ايه؟ اتغير، طريقته اتغيرت، لما حس ان صاحبه راجل ابتدى يقول له حوالي تقريبا، هو الراجل في الوقت ده ايه؟ عايز كل حاجه بالمظبوط، ابتدى يقول له تعالى هنا بسرعه، تعالى نشوف كل حاجه ونفتح في كل حاجه ونركز ابتدى عايز يلاقي المهم. لما ابتدى يحس في لحظه من الخسارة ان هو عاوز يخرج، عايز يتكلم مع الناس، عايز يلعب مع بنته، ابتدى يبقى لطيف وعايز ينسجم مع مين؟ مع الاخرين. في لحظه من الخسارة كان عاوز يسمع ايه؟ كلمه شكرا، كلمه المديح. مش هيفرق معاه ان هو يشوف القمصان والهدايا والكلام ده، لكن يفرق كلمه ايه؟ شكرا. كلمة حب، كلمة رعاية، إحساس إن اللي قدامه مهتم بيه. عشان كده كان محتاج الحصول على التقدير. لما ابتدى يحس إن الدنيا خلاص قفلت والمهمة بتاعته هتبوظ والهدف اللي هو عايز يوصل له ابتدى يتهز، ابتدى يتحول إن هو بقى إيه؟ أجريسيف كده وعدواني ونرفز، وابتدى يزعق وابتدى يقصد مش عارف يعمل إزاي. ليه؟ لأنه كان عاوز
لحال او يوصل لايه؟ للمهمه بتاعته. كل واحد فينا شخصيته ممكن تتغير على حسب ايه؟ على حسب الموقف اللي هو فيه، لكن لازم في الاول والاخر مع الوقت نرجع لمين؟ للنطاق الطبيعي، لازم باستمرار نرجع للوضع بتاعنا، نقعد مع نفسنا، نشوف احنا ايه اللي عملناه النهارده؟ انا زعلت مين؟ انا اتكلمت ازاي بالاسلوب ده؟ ليه انا كنت بعمل كده؟ ليه انا كنت سالبي؟ ليه انا كنت عدواني؟ ليه انا باستمرار بزعل مني الناس؟ ليه انا بتكلم بالاسلوب ده؟ نشوف اليوم بتاعنا عمل ايه؟ الوعاد مع نفسنا في منتهى الاهميه، لما اقعد مع نفسي واركز واشوف انا ايه اللي انا عملته في اليوم بتاعي النهارده واعيد حساباتي مره تاني، واشوف ان انا لازم ارجع لفين؟ لطبيعتي، النطاق الطبيعي. كل واحد فينا مهما كانت شخصيته صعبه، تاكدوا انه لما يركز ويطلب من ربنا ان هو يتغير، اكيد ربنا ايه؟ ربنا هيغير فينا حاجات كتير قوي. التلاميذ كان كل واحد فيهم شخصيه مالها؟ شخصيه صعبه. بطرس كان ماله؟ مندفع مش كله؟ يهوذا كان مهتم بالماديات، ها؟ ابني الرعد، واحد عن اليمين واحد عن اليسار بيتكلموا رعد، مين تاني؟ توما بيشك، ها؟ شخصيات. لكن قدر ربنا يعمل ايه؟ يغير من شخصياتهم ويصبحوا ايه؟ هم الرسل، هم من هم؟ اللي بيبشروا المسكونه كلها برسالة يسوع المسيح. كل واحد فينا فعلا ممكن ان هو يتغير ويكون شخصيه حلوه، ها؟ بس لو ايه؟ لو عنده اراده، لو عنده العزيمه، لو باستمرار حاطط ده في الصلاه بتاعته، يطلب يا رب من فضلك غيرني، من فضلك يا رب غير الطبيعه بتاعتي. ولو حد معاك شخصيته صعبه في البيت، من فضلك صلي ايه؟ من اجله، مع انك تشتغل معاه بالطريقه دي. تشوف هو محتاج ايه؟ هو محتاج ايه الاول؟ هو اللي محتاج ايه؟ في احتياج هو محتاجه، يسمع كلمه حلوه، يبقى في انسجام، جو كويس في البيت، هو بيحب انه دايما يعمل حاجات مظبوطه وما يخسرش حاجه، ساعده على حاجه زي كده، لو دايما بيهتم بان هو ينجح، برضه كون انت كمان بتساعده على حاجه زي كده، اديله الاهتمام واديله التشجيع. كل واحد فينا فعلا محتاج اللي جنبه، بس لو هو ركز الاول انه يتغير، انه يبقى هو الافضل ويبقى هو الاحسن. لكن لو احنا باستمرار كنا عايزين كل الناس تتعامل معانا على حسب هوانا احنا ومزاجنا، صعب جدا. لازم انت نفسك اللي تتغير، وتشوف الشخصيه اللي جواك ازاي تتعدل، وازاي تبقى شخص حلو بالنسبه في عيون كل الناس. نصلي كده باستمرار ان ربنا فعلا يجعل نعمه في عين كل واحد بيشوفه. بشكركم جدا، وبجد انا مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده، وارجو ان انا اكون ضيف خفيف على قلبكم بشكل خاص. ربنا يكون معاكم ويسندكم ويحافظكم.